كل سنة وكل ست مصرية جميلة وفية بتتعب علشان بيتها وولادها طيبة، بمناسبة طبعا اليوم العالمي للمرأة. ولما بنتكلم عن المرأة هنا بنحاول نختص شوية عشان ده مجالنا، المرأة الرياضية اللي بجد بتصنع المجد واللي دايما بترفع راية مصر على المنصات العالمية. المرأة الرياضية اللي بتواجه صعوبات كبيرة جدا 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 انها توازن بين البيت والرياضة، لو متجوزة او في حمل او في اولاد وكمان ما بين كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي والرياضة، ولو كمان بتشتغل شغلانة غير الرياضة، يعني مش شغلانتها بس الرياضة، لا هي بتشتغل كمان وهي ام وزوجة ورياضية وامرأة عاملة حاجات كتيرة قوي قوي قوي، بتبقى سوبر وومن، يعني بتعمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ورغم كل الصعوبات دي بتقدر تتخطى كل العقبات وتكتب تاريخ حافل لنفسها ولبلدها ولناديها، يعني حاجة بتكون في منتهى العظمة بجد، حاجة تستحق كل الإشادة والتقدير. كمان في تحية مني لكل بطلة كمان من ذوي القدرات الخاصة اللي قدرت تاخد ميداليات ذهبية وهي برضو عندها أولاد، والتاريخ شاهد بقى على عدد كبير 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 من البطولات دي. خلينا نقول مثلا أمثلة عن تفوق المرأة الرياضية في الماضي القريب. كلنا طبعا شفنا بسنت حميدة اللي توجت بذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط، مها شريف اللي فازت يعني ب 25 مركز 25 مركز واحتلت المركز 49 عالميا، قدرت ان هي تقفز 25 مركز وتوصل للمركز 49 عالميا في تصنيف محترفات التنس. ولا نوران جوهر اللي بتواصل صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، ومش نوران جوهر بس، تكلم على نور الشربيني وهانيا الحمامي وكل لعيبة الاسكواش المصريات. الحقيقة ان هم بيعملوا عظمة. لعبة الاسكواش دي احنا متفقين ان هم من الالعاب اللي بنتمنى ان شاء الله انها تكون لعبة اولمبية علشان المزيد والمزيد من الميداليات بالتأكيد. كمان سمر حمزة اللي بتتصدر التصنيف الدولي وحاجة برضو تستحق كل الفخر والتقدير. العظيمة فاطمة عمر اللي توجت بأربع ذهبيات ببطولة افريقيا لرفع الاثقال البارالمبي. ده غير منتخب اليد اللي عاد من جديد، انا مش عايزه انسى حد، يعني علشان تاريخ مصر في الرياضات النسائيه كبير وحافل وكبير جدا جدا جدا. لكن انا دايما لما بنتكلم عن المراه الحقيقه ان انا بحس يعني بمنتهى الفخر والتقدير والامتنان، وبيقولوا لي وشك بينور. اه طبعا لازم ينور، لانه الحقيقه ان زي ما بقول المراه بيكون عليها أدوار كتيرة جدا، مش دور واحد، أدوار كتيرة جدا جدا جدا، بتقوم بأدوار كتيرة جدا في حياتها. هي نص المجتمع وبتخلف النص التاني، يعني هي المجتمع كله تقريبا يعني. فبتبقى حاجة عظيمة جدا إن أنا النهاردة بلاقي امرأة رياضية، سواء بقى لاعبة، كادر إداري، كادر فني، حكمة، يعني بتلاقيهم موجودين وبقوة في كل المجالات. ولكن لما بنتكلم هنا عن الرياضة احنا شايفين انه المرأة بقت وزيرة، المرأة بقت نائب رئيس اتحاد مصري زي كابتن هناء حمزة طبعا، وفي اعضاء مجالس ادارات اتحادات، يعني لو هتتكلم هنقول اعداد مهوله يعني عشان مش عايزين ننسى اسم حد. والجميل انهم مش بس في الاتحادات المحليه، مش في الاتحادات المصريه بس، لا ده في العربية والإفريقية والعالمية أو الأوروبية. يعني الحقيقة إن أنت بتشوفهم موجودين وبقوة، موجودين وبشكل لافت للنظر ومحترم جدا جدا جدا. فيعني بتحس كده إنه أنت مش عارف تقول إيه ولا إيه ولا إيه. لكن المرأة بيبقى عليها دور صعب جدا جدا لا يمكن يعني أن نغفله، وهو إن هي طول الوقت بتبقى عايزة تثبت إن أنا انت النهارده لما بتيجي مثلا تحط امراه في بتلعب رياضه، بتحطها كادر فني، كادر اداري، هتلاقي شويه كده طالعين، هم مش كتير، لان احنا الحقيقه ان القياده السياسيه بقت مهتمه بالمراه بشكل غير طبيعي، وهنتكلم عن القصه دي. لكن خليني اكمل لحضراتكم المساله دي. يعني بتلاقيها دايما هيقول لك ايه، لا هي موجوده في الفريق ده واسطه،
لا هي موجودة كمدربة للفريق ده واسطة، لا هي حكمة واسطة، لا هي كادر إداري واسطة، مش عارفة الواسطة هتودينا لحد فين يعني. وبتلاقي كل بقى تانية قليلة، بس دي قليلة قوي، بتقول لك ايه، لا الست ملهاش الا المطبخ. يا سيدي ما ايه المشكلة؟ على فكرة ده فخر لينا، احنا بنعرف نطبخ وبنعرف نربي ولادنا وبنعرف نشتغل وبنعرف نعمل كل حاجة في الدنيا. احنا بجد يعني اي واحدة كده بتقدر ان هي حتى ربة المنزل. علشان بس هنا الناس ما تفتكرش ان انا بتكلم عن المرأة العاملة او المرأة الرياضية فقط، لا حتى ربة المنزل. ربة المنزل طلعتنا كلنا، طلعت كوادر على في كل المجالات ناجحه بشكل غير طبيعي. لا يمكن الا قله قليله يعني. ربنا يبارك في عمر كل الامهات الموجوده ويرحم الامهات اللي توفاهم الله. لكن لا يمكن هتلاقي واحده ناجحه، طبعا ربنا يبارك في كل الازواج بيساعدوا كل حاجه، لكن لا يمكن هتلاقي واحده ناجحه ما وراهاش ام بتساعد، ما وراهاش ام بتاخد بالها من ولادها. انا اولهم بشكر امي طبعا. لا يمكن، لا يمكن هتلاقي واحده يعني هو كل ما هو ناجح هتلاقي وراه امراه برضه، يعني حتى لو لقيت رجل ناجح هتلاقي وراه امراه ناجحه، وراء كل رجل عظيم امراه يعني. فهي الحقيقه انه اي حاجه ناجحه كده ومبهجه ومبشره وجميله لازم يكون وراها امراه. لازم دور، لو قعدت تدور هتلاقي في امرأة في النجاح ده، هتلاقي في امرأة في التوليفة دي. فالحقيقة حتى كل ربة منزل كل شكر وتقدير ليها، لأنه فعلا هي لو هي ما نزلتش اشتغلت مش معنى كده انها ما نجحتش، لا هي نجحت وضحت. كان ممكن تكون عايزة تشتغل وقررت انها ما تشتغلش وتقعد لبيتها وولادها، حتى لو ده مش احسن تفكير في الدنيا، ولكن هي عندها نوع من التضحية ونوع من الإيجابية. هي قررت إنها تقعد علشان تربي ولادها، تاخد بالها من جوزها، تاخد بالها من بيتها، تطلع ولاد ناجحين وزي الفل. فكل امرأة على وجه الأرض هي نموذج عظيم، نموذج عظيم. يا نجح في شغله، يا نجح في تربية أولاده، يا نجح في الوقوف ورا زوجها، يا نجحت في جنب أخوها، جنب أبوها، جنب أمها، جنب إنها تربي أولاد إخواتها حتى. يعني لا يمكن هتلاقي امرأة ما ضحتش، ما نجحتش، ما عملتش حاجة عشان اللي حواليها، لا يمكن. لأن دي فطرتنا، دي الفطرة بتاعت المرأة. يعني بجد كل امرأة أكيد وراها قصة، أكيد وراها حاجة جميلة، وراها حاجة فيها تضحية، وراها حاجة فيها إيجابية وجمال ومعاني حلوة. النهاردة اليوم العالمي للمرأة، الحقيقة إنه إحنا حاجة عظيمة أوي أوي أوي. طب خلينا كده نتكلم مع بعض، هو ليه بقى اسمه اليوم العالمي للمرأة؟ سنة 1908 طلعت مظاهرات في نيويورك بتطالب بالمساواة. سنة 1911 تم الاعتراف باليوم ده. سنة 1975 المنظمة العالمية للمرأة اعتبرت ان اليوم ده اليوم العالمي للمرأة. فحاجة جميلة، حاجة عظيمة، ده يوم مش جاي من فراغ، ده يوم برضو كان وراه كفاح من المرأة. الحقيقة ان انا النهارده لما بيبقى فيه يوم كده عن المرأة بحس ان احنا محتاجين السنة كلها تكون احتفال بالمرأة، مش يوم واحد. قاعدين يقولوا لي واحنا نروح فين؟ خلاص يا سيدي نبقى نسيب لكم شهر، لكن الطبيعي انه على الاقل 11 شهر بنحتفل بالمرأة ونسيب شهر للرجل. شفت بقى؟ فالحقيقة انه يوم جميل، يوم عظيم، ومفيش يوم واحد يكفي بجد ان انت تكرم المرأة. في كمان يوم 21/3 عيد الأم، ربنا يرحم كل أم مش موجودة معانا ويبارك في كل أم موجودة وبتساعد وبتكافح علشان ولادها ينجحوا وعلشان هي تنجح وتخلي إن هي مصدر فخر لولادها. يوم عظيم أوي، بتحسك عايز تقعد بقى الحلقة كلها تحكي في القصة دي. بالتأكيد كل سنة وكل أم وزوجة وامرأة عاملة وأخت وابنة
وكل حاجه بقى، ولو هتتكلم وزيره ورئيسه اتحاد ومدربه وحكمه ولاعبه خلينا نروح بقى لفكره انه اهتمام القياده السياسيه بالمراه. ده بقى واضح بشكل كبير جدا جدا في الفتره الاخيره، لانه انا دايما بقول لو عايز تعرف، الكلمه دي انا معجبه بيها جدا ومصره عليها طوال الوقت، لو عايز تعرف اي دوله ناجحه قد ايه اتفرج على الدوله دي بتعامل المراه ازاي، يعني بيحطوها في 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 بوزيشنز عامله ازاي، كوادر عامله ازاي، في مناصب عامله ازاي، بيكرموها ازاي، بيوفروا لها كل اللي هي محتاجاه ازاي، بيذللوا لها الصعوبات والعقبات ازاي. الحقيقه انه هتلاقي ده متوفر بشكل كبير جدا خاصه في الاونه الاخيره في الدوله المصريه، في اهتمام عظيم وكبير جدا 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 من القياده السياسيه تجاه المراه، مش بس على مستوى الرياضه، على كل المستويات. والحقيقه ان المراه لما دي اصلا حتى لما بتلاقيش اهتمام يعني بتفحت في الصخر، فلما بتلاقي اهتمام بتبدع الحقيقه يعني، وبتلاقيها ان هي طول الوقت احنا بيبقى علينا وده طبيعي على فكره موجود في كل حته خاصه في المجتمعات العربيه والشرقيه، بيبقى علينا شويه عبء انه الست مش بس بتبقى عليها مجهود انها تشتغل في المنصب اللي هي بتاخده، لا بيبقى عليها مجهود انها تثبت انها قد المكانه دي، وانها مش موجوده هنا واسطه ولا موجوده هنا علشان احنا بس لازم نحط المراه اصله في المكان ده، فعشان ما يقولوش ان المكان كله رجال وما فيش دور للمراه مثلا في المؤسسه دي. لا، الحقيقه ان هي بتبدع في اي منصب بتتحط فيه او في اي مسؤوليه بتتحط فيها المراه بتبدع، ابتداء من ربه المنزل لحد الوزيره، كل واحده بتبدع في المكان او في المسؤوليه اللي بتكون على عاتقها. فالحقيقه انه ده بيكون في حد ذاته ضغط، انا عايزه اثبت ان انا وجودي هنا مش واسطه، ان انا بنجح، ان انا زي الرجل، ان انا قادره اكون قد المسؤوليه، ان انا اخد بالي من بيتي واولادي، ان انا اكون مفيش حاجه بتقع مني في النص. متخيلين كم الضغوطات اللي بتكون على المراه، مش بس ان هي رايحه تشتغل وخلاص. وبرده عشان الناس تفهمش كلامي غلط، ده لا يقلل ابدا من دور الرجل، الرجل بيكون عليه مسؤوليه بقى كبيره جدا جدا، توفير موارد ماليه، توفير امان، توفير حاجات كتيره جدا، اكيد ما بنغفلش دور الرجل اللي هو برده مهم جدا، لكن المراه بيكون عليها بجد ضغوطات كبيرة جدا جدا، ان هي عايزة تثبت نفسها بشكل غير طبيعي، عشان ما يطلعش حد يقول لك لا اصل انتوا مكانكم المطبخ، انت طالعة تتكلمي في الرياضة ليه؟ مثلا لو هنتكلم على ناحيتنا يعني. انت طالعة تتكلمي في الرياضة ليه؟ انتوا مكانكم المطبخ، يا ستي وبنطبخ، انت ايه اللي مزعلك؟ بنيجي نتكلم هنا اهو وننبسط كلنا مع بعض، وبرضه بنروح نطبخ وبنعرف نعمل اكل وبنعرف ننظف شققنا وبنعرف ناخد بالنا من ولادنا، بنعمل كل الحاجات دي والله، مش قاعدين بس هنا بنحلل ولا بنتكلم في الرياضة وخلاص، لا بنعرف نعمل كل الحاجات دي بالتأكيد، نعرف نعمل كل حاجة. فالقصة مش ان احنا انتوا مكانكم المطبخ، لا. يا سيدي انا على فكره من الناس اللي كل الفخر، يعني ايه المشكله ما اقف في المطبخ واعمل اكل؟ ايه المشكله؟ مش حاجه تعبني يعني، ولكن ده دوري اصلا، ده دوري ان انا يا سلام لما اعمل اكله واولادي يقعدوا ياكلوها، دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا، دي حاجه في منتهى الجمال. صحيح بيحبوا اكل مامتي اكتر من اكلي، بس معلش بس انا ام يعني وبعمل اكل، وده على فكره دور عظيم ومهم جدا جدا جدا. أنا أمي كانت طلعتنا كلنا للنور كده، وطلعتنا شخصيات ناجحة كده، وطلعتنا قادرين نتحمل مسؤولية ونقف والناس تقول والله ده كويس، ده شاطر، ده شخصية كويسة، ده شخصية ناجحة، ده ما هي أمي اللي طلعتنا، وأبويا بالتأكيد ليهم فضل كبير جدا في حياتنا. إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ ما أمي بتطبخ وأمك بتطبخ وكل الأمهات بتطبخ، دي حاجة مش عيب. ولكن الجميل بقى انها تبقى بتشتغل وتروح تطبخ وتاخد بالها من ولادها وكل الحاجات الحلوه دي، هي دي المراه. اختصارا بقى علشان اخلص كل الكلام ده، علشان انا لو قعدت اتكلم عن المراه يعني تقريبا هاخد الساعه ونص بتوع الحلقه
كلها مرأة قاعدين يقولوا لي تلت ساعة بتتكلمي عن المرأة، هنخش في الموضوع امتى؟ هو ده الموضوع، احنا الموضوع، احنا القصة، احنا اصل الحكاية، احنا ايه حلاوة الدنيا؟ هي المرأة بالتأكيد. كل سنة وكل امرأة موجودة على وجه الأرض طيبة وبخير يا رب، ودايما منورين في حياة الآخرين، ودايما احنا البهجة والحلاوة والجمال كله. من غير المرأة مفيش حياة بالتأكيد. طيب وانتوا زي الفل والله. وطبعا لا نغفل دور الرجل اللي هو ابويا وابني واخويا، كل اللي حوالينا بالتأكيد اللي وقفوا جنبنا وكانوا السند والامان والظهر، اكيد لا يمكن ان احنا نغفل دورهم. ولكن النهارده يوم المرأة، هتكلم عن المرأة، اوعدك واوعد كل اللي في الكنترول واللي ورا الكاميرات، يوم اليوم العالمي للرجل اللي بيكون تقريبا 19 نوفمبر، ده يوم عيد ولاد، يوم عيد ميلاد والدي، ويوم عيد ميلاد بالمناسبه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي 19/11. فاوعدكم ان يوم 19/11 والله هديكم حقكم، بس النهارده اليوم العالمي للمراه، لا مش 5 دقائق، بتاع 10 دقائق كده او ربع ساعه. طيب خلينا نروح لفريق، طيب قبل ما نروح لفريق الطايره عايزه برضو اقول لمايا ممدوح نجمه طبعا الفريق الاول للكره الطائره، كل سنه وانتي طيبه وعقبال مليون سنه. طيب نروح لفريق الطايرة بنادي الزمالك اللي بيستعد للاتحاد السكندري، فريق طبعا بيحاول انه يتغلب على الصعوبات اللي بتواجه كل الفرق بالتأكيد داخل نادي الزمالك، وبنتمنى لهم كل التوفيق. هنطلع للتقرير ده عنهم، بس قبل ما نطلع للتقرير ده عنهم عايزة أبارك لرجالة الكورة امبارح على الأداء العظيم والمبهر، وبجد هم انتوا دول بقى، انتوا الفريق ده، انتوا الفريق ده اللي احنا بنستناه بالتأكيد، واللي احنا لما بنزعل الجماهير لما بتزعل بالمناسبة بتبقى زعلانة عشان عارفة ان انتوا عندكوا ده، عندكوا المستوى اللي لعبتوا بيه امبارح ده. عارفين لو انتوا شايفين ان لو احنا كجماهير او الجماهير شايفة انه واحنا كإعلام وكإدارة وككل الناس اللي وراكم بالتأكيد، لو احنا شايفين ان هو ده مستواكو، خلاص بقى هنعمل ايه؟ اهو سنه وهتعدي ونبقى ندعم بصفقات ولا حاجه وربنا يحلها الف حلال الموسم اللي جاي. لكن الحقيقه ان هو انتوا ده، هو انتوا اللعيبه اللي لعبت امبارح مباراه الترجي، فبالتالي عشان كده بنبقى طول الوقت مستنيين منكو ان انتوا تبدعوا، ان انتوا تعملوا مباراه زي العظمه اللي عملتوها امبارح اللي كانت ولا اروع على مستوى النتيجه على المستوى الفني. هم دول رجالة الزمالك، ألف مليون مبروك، أداء ونتيجة وكل حاجة. ببارك طبعا لجماهير نادي الزمالك ولإدارة نادي الزمالك والقناة نادي الزمالك اللي بجد، وليكم بالتأكيد كنتوا أصحاب فرح غير طبيعي امبارح، فرحتونا، فرحتونا بأداء ونتيجة. يا رب عقبال الماتشين اللي باقيين بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله الصعود للدور اللي جاي من البطولة الأفريقية.